كتير من عاداتنا بتتمحور حول الأكل، من طبخات معينة بمناسبات دينية لغدا العائلة يوم الأحد للضيافة أو الاحتفال بولادة. تيسير الأكل من أحدى الطرق يلي منحافظ فيها على علاقاتنا العاطفية مع بلدنا. الأزمة غيرت هالشي، رجع الأكل لوظيفته الأولية، يأمن غذاء وبس، وحتى هيدا الشي صار مخوطر. شو يعني نقول إنه عادات مجتمع عم تتغير؟ عادات تربوا عليها الناس وتمسكوا فيها اليوم صارت مستحيلة لأنه مطبخنا عم يتغير. حبش محشي شرقي مع قلوبات وكستنا لعشرة أشخاص. مطبخنا قد ما منحب نتعلق فيه كشي حميم وخاص، هو نتاج تاريخ طويل من التحولات التاريخية والاحتلالات وسياسات تصدير واستيراد ودعايات وتغيرات تكنولوجية. أكل التاتا هو نتيجة كل هول، وهويتنا يلي منبنيها حول الأكل هي كمان نتيجة كل هول. هول العادات اليوم عم تتغير من ورا الأزمة يلي ما بتطال بس شو فينا نشتري وناكل، بس كمان طبيعة المجتمع. مطبخنا عم يتغير حالياً، بضاعة ما بقى موجودة، زينة الأكل ما بقى متاحة، أصناف صارت بس بمتناول البعض القليل. يعني في ناس بيجوا بياخدوا عظام بس ليحطوا بالطبخة ليطلع فيها شوية زفرة. يعني تقنيات الطبخ بحد ذاتها عم تتحول، بداية مع البراد، هذا الاختراع يلي حول المطبخ بالقرن العشرين. هلأ عم بعمل خزانة مثل الخزانة، يعني بحط فيه براد. ولما البراد بلش يروح مع أزمة الكهرباء راح معه طريق الطبخ وعلاقة مع الأكل. بطلنا نطبخ لأنه ما في كهرباء، بنتزع الأكل، براد نعوه بطلع سخن ما كأنه في براد. العيلة منا بس علاقات بين أشخاص، هي عادات، وهالعادات بدها براد. بس في شي ما رح يتأقلم، وهي إيديولوجية النظام اللبناني يلي استعملت الأكل لتروج لصورة لبنان كبلد الضيافة والانفتاح بلحظة تحوله لاقتصاد خدمات وسياحة. For just $8. Come to Lebanon. فكرة الضيافة اللبنانية الموجهة للسواح، العلاقة العاطفية مع الاختراب والتحويلات المالية، مركزية العائلة وصورتها النمطية للمرأة بهالعائلة، فكرة أصالة ثقافية بتمثل الهوية اللبنانية، وكل هيدي الأفكار انبنوا حول الأكل اللبناني. بس هيدي الصورة ما بقى راكبة، الضيافة اللبنانية بلا براد صعبة شوي. صورة الضيافة اللبنانية والناس عندها صعوبة تأمن أكلها إهانة. ولما الناس عندها صعوبة تأمن أكلها لأنه البعض قرر يسرق البلد، صرنا عم نحكي بجريمة.